إذن اليوم نشهد لحظة تاريخية وإن شاء الله نتمنى تكون لحظة استراتيجية في بناء المجتمعات المغاربية والمجتمع المغاربي المندمج من خلال المدخل العلمي الجامعي البحثي عبر إنشاء اتحاد الجامعات المغاربية وانطلاق فضاء جامعي مغاربي مشترك. من المرتقب أن ييسر هذا الاتحاد تبادل الطلبة بين بين الدول المغاربية الخمس، وكذلك أن ييسر توفير تكوينات ذات الجودة العالية بالنسبة للدول المغاربية والقيام بالأبحاث العلمية المشتركة في الميادين المرتبطة بالانشغالات الحقيقية والطموحات الحقيقية لهذه الشعوب. لا شك أن هذا اتحاد الجامعات من هذا المدخل العلمي المعرفي سيساهم في بناء اتحاد المغاربي، وهذا الاتحاد الذي نعرف جميعا أن بناءه يعطي دفعة قوية ويحقق نقط إيجابية على سلم النمو الاقتصادي، وبالتالي ينعكس إيجابا على رفاهية مجتمعاتنا، وهذا طموح الشعوب المغاربية في هذه المنطقة.